أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من أسئلة السائلة فضيلة الشيخ يقول: سورة الأحزاب سورة عظيمة تضمنت عددا من الآداب الكريمة، لعلكم تذكروننا وتذكرون الإخوة ولقوات بعض منها. نعم، سورة الأحزاب سورة عظيمة، بين الله فيها أحكاما عظيمة أبطل فيها التبني الذي كان موجودا في الجاهلية، وهو أن العتيق يكون ابنا لمعتقه كظلوة النسب، فالله أبطل هذا. قال سبحانه: وما جعل أدعياءكم أبناءكم. وكذلك كانوا في الجاهلية يتبنون حتى غير العتقاء، كانوا يتبنون من شاءوا من الرجال فيقول: هذا ابني أرثه ويرثني وهو أجنبي عنه. قال الله تعالى: وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وبرهن على ذلك في أن الله أباح لنبيه أن يتزوج زوجة مولاه زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، فلو كان ابنا له ما تزوج زوجته، لأن الله حرم على الأب أن يتزوج زوجة الابن. فلما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجة مولاه زيد بن حارثة دل على إبطال التبني. تضمنت هذه الآية ما للرسول صلى الله عليه وسلم من حقوق على أمته، وأن حقه عليهم أن يقتدوا به: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ومن حقه عليهم أن لا يتزوجوا نساءه من بعده لأنهن أمهات المؤمنين وهن زوجاته في الجنة، ومن حقه عليهم أن يصلوا عليه ويسلموا عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وحرم عليهم أذية النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فحرم الله أذية الله جل وعلا، وأذية رسوله صلى الله عليه وسلم، وأذية المؤمنين. الله جل وعلا يتأذى بأعمال بني آدم ولكنه لا يتضرر سبحانه وتعالى. بين الله في هذه السورة ما امتحن به المؤمنين يوم الأحزاب، والضائقة التي نزلت والمسلمين من حصار العدو لهم في الخارج وخيانة اليهود في الداخل، وظهور نفاق المنافقين بين صفوف المسلمين في هذه الشدة. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، بينما قوى إيمان المؤمنين. هذه سورة عظيمة تضمنت أحداثا عظيمة وآدابا كريمة، فهي سورة عظيمة بحق. نعم.